في هذا الصيف خارج يعني احيانا بيوصل حقه للمليون ليره واكثر احيانا والصيادين الكبار بيستعملوه كمين ليصيدوا فيه طيور الجارحه والغزلان كيف يعني ما فهمت يعني يمسكوا الصياد ويحطوا عليه بعد ما يربطهم كليه وعيونه وبيصير يضايقوا حتى يطالع اصواته وعلى صوت هذا الصيد بتيجي طيور الجارحه الجديده صفر صفر شاهين بس يقربوا لعنده الصيادين عاملين لهم ثمين وبيزتوا عليهم هالشباب بيصطادوهم يعني بيصطادوهم طيبين؟ ايه طبعا لان سعرهم غالي كثير وفي صيادة خارجين بيحوشوا على جناح الطير الحر وهو طاير وبس ينزل على الارض بيعايشوه وبيطنطوا له جرحه وبعدين بيطيروا طيب انت ليش هلا ما بتصير يا عادل هي حسره بقلبي من 30 سنه لك ما خليت شيء يعتب علي الا الصفر ما عدا الطير ما كنت اقدر عليه ابدا تصير من ايدي وين الا ما يجي يوم واصطاده على فكره انا نادر مثل اني بطل جرس الصيد واقعد بالبيت بعد ما اطلع بصير تقريت من ايدك تقريت باروده من ايدك بتطلع في امر ولا صغار هلا بيطلع الطرف منها لقمه بالجبين يخرب بيتك وبيت بيتك لك ليش عورت ولا هذا واحد جمع لي قال لي شنو مطول بعدين كل صافي في العراق بالخلع بتفكر حالك في الصياد العمش مجنون فعلا